تأخذك الرواية من الخاص إلى العام. الأسير الفلسطيني يصارع الجدار، يصارع الاحتلال والظلم والقهر. الجدار يقترب شيئا فشيئا. يرفض الأسير ناصر أن يمتصه الجدار أو يصبح قطعة منه. يرفض أن يكون طيعا أو متكلسا أو متبلدا بلا تاريخ وهوية وذكريات، بلا صوت، بلا مكان وزمان وأحلام. يرفض أن يصبح كفة أو مجرد شيء. من الذي انفصل في النهاية؟ ناصر أبو سرور أم الجدار؟ يجيب على هذا السؤال كل من الدكتور عبد الرحيم محمود أستاذ الفلسفة في جامعة دير زيت، والدكتورة أميرة سلمي أستاذة مساعد في معهد دراسات المرأة في جامعة دير زيت. نبدأ الآن مع الدكتورة أميرة، تفضل. ناصر لا يطرح الرواية باعتبارها روايته، بل هي رواية الجدار، والجدار هو أسره، هو مكانه وزمانه بعد الاعتقال، وجوده وحياته، وهو مجرد شاهد بين مجموعة من الشهود على حكاية الأسر التي لا يمكنها أن تكون حكاية واحدة، بل عدة حكايات وعدة روايات، ولكنها تبقى جميعا حكايات الجدار، ذلك الحد الذي عنده تنفصل حياة الأسير عما قبلها وما بعدها. ولكن في الوقت نفسه حكاية الأسير عندما يعيد الجدار روايتها. ناصر يروي قصة ذات رفضت أن تعيش حياة مغتربة عن ذاتها. هي قصة ذات تمردت وعملت على استغلال كل ما هو متاح أو يمكن أن يصبح متاحا من الحريات، والتي تتمثل بالأساس بإمكانية التمرد على الحدود، على رفضها والقفز عنها كحدود. وكذلك رفضت أن تتحول لذات مغتربة. قاوم ناصر الخذلان واليأس والتشاؤم، وتمسك بالأمل والإمكانيات اللانهائية. بتجاوز حدود المعرفة والحقيقة، ناصر يصف الروايات بما فيها تلك الوطنية والمقاومة كأكاذيب، ولكنها أكاذيب بمقاييس الحقيقة المعرفية والمدركة، وليست أكاذيب بمقاييس الإيمان بما هو لا نهائي. في حالة الفلسطيني، حيث أي عملية معرفية حسابية ومنطقية ستقول بحتمية الاستسلام، يسلم ناصر في روايته بضرورة الإيمان باللا معقول واللا منطقي حتى يبقى الفلسطيني موجودا ومقاوما. ففقط بمثل هذا الإيمان يمكن للفلسطيني أن يؤكد حريته وهو أسير، وأن يؤكد فلسطينيته وفلسطين كأرض وبحر وشاطئ تنتزع منه. ليس لناصر مكونات الذات المستقلة والمغتربة، فليس والده سلطة يمكنه التماثل معها بل موضوعا لحبه، وليست أمه مصدر تعلق كان عليه أن يقطعه وينفصل عنه ليصبح رجلا محصاعا لضوابط القانون والمجتمع، بل كانت مصدر فضاء الحرية والتمرد. لناصر إذن في لجوئه وفقره وحالته المستعمرة مساحة غير محدودة من إمكانيات التمرد والثورة، وهذه لا تقتصر على ابن المخيم حيث لا إمكانية لتقسيم الأدوار بين الأم والأب وبالتالي تطوير هوية اغترابية عند الولد، بل هي أيضا لأن الفلسطيني كفلسطيني لا يملك أسطورة هؤلاء الذين خبأوا تواريخ الاستعمار والاستغلال وراء ميثولوجيات شكلت وعرفت هويتها، التي قامت على إقصاء وتهميش آخرين. الفلسطيني المقصى والمهمش يعيد رواية تاريخه، ولكنه لا يقوم بذلك إلا من خلال فعله النضالي. فحتى تكون له روايته كان عليه أن يسقط عن كاهله موروث الهزائم التي كبلت وأن يعلن ثورته. بالنسبة لناصر ابن المخيم، هذه الثورة كانت في انتفاضة الحجارة التي حطمت الأصنام والمقدسات وأقصت وهمشت المخيم.
الانتفاضة كتبت ملحمة من أفعاله ونضالاته. الانتفاضة أعطت لابن المخيم السيادة على المكان والسيادة على روايته. سيادة بقيت مرتبطة ومشروطة بنضال أبناء المخيم الذي يتجاوز الزمن ويكتب تاريخا. في رواية أبناء المخيم تاريخ جديد وروايات بديلة تقهر روايات ظنت أنها لا تقهر. أبطالها ليسوا أسطوريين ولا ميثولوجيين، بل أرواح مهجرة بطولتها تتجسد بدمها النازف وبموتها في المشهد الأول كما يقول ناصر. في هذه الروايات تغط زمانية الألم ومكانية الوجع وحتميات الموت. ناصر لا يتحسر على ماضي النضال ولا يتحدث عن جيل قاوم على وهم التحرير. ناصر يتحدث عن جيل يتقن صناعة الكذب حتى يصوب منها أسطورة تنفي كل ما صدقناه قبلها من نكبات وتهجير وتقتيل ويأس وجدوى التسليم ونصائح الآباء وخوف الأمهات. أن يصف ناصر نضالات جيله بالأكاذيب بعد أن قارنها بالأساطير والمشاهد المسرحية ليس تخلياً بل تمسكاً، هو رفض للخذلان ورفض للتشكيك وتمسك إيماني يرفض خطاب الحقائق كقاعدة وأساس له، وهو بذلك تمسك بالمقاومة والنضال ورفض للعودة لانكسار النكبة والهزيمة. الانتفاضة كما يقول ناصر حولت المهمشين إلى آلهة، ولكن ألوهيتهم لم تكن وهما بل هي ألوهية تنزف وتموت، ولكن في موتها استمرار وحياة وحرية. كانت كذبا ولكنها كانت أيضا إيمانا، إيمانا بإمكانية فلسطين ولا نهائية النضال من أجلها، إيمانا بضرورة النضال وعدم كفايته، بأن في توقفه موتا وفي استمراره حياة. ينتقد ناصر أوسلو على أنها كذبة صغيرة ورواية مجزوءة. أوسلو على عكس روايات النضال كذبة غير قابلة للتصديق، فما جاءت به لا يشبهنا، لا يشبه مشروعنا، فهو ليس مشروع الفلاح أو العامل. أخلاقها وقيمها غريبة لا تتوافق مع ما يلزم لبناء رواية يؤمن بها الفلسطيني ويكتبها بنضاله. أوسلو أغنية لا بحر فيها، حدودها ضيقة ولا تتسع لأحلام وآمال. بالنسبة لأسير مؤبد، لمن يستمر بروايات تقوم على إيمان لا نهائي ولا معقول، لا يمكن لشبه رواية رواية أوسلو أن تكون رواية قابلة للتصديق، فهي أصغر بكثير من أسطورة تتطلبها فلسطين. فليست فلسطين في أسطوريتها ولا نهائيتها كقضية بقابلة لأن تخضع كما يقول ناصر لرواية جديدة تحتاج لشروحات كثيرة وتفسيرات وتبريرات ونظريات قديمة عن واقعيات سياسية وظروف إقليمية ودولية. وفي حالة الأسر غير المنتهي لا تحتمش خشونة الجدران انسيابية أشباه الخطابات التي حملتها أوسلو. أوسلو لم تجزأ فلسطين فقط، بل جزأت ناسها ومناضليها. وناصر من هؤلاء الذين كانت روايتهم عميقة في سردها، هو أحد هؤلاء الذين استلوا يدهم ليقطعوا بها سيفا أثكلهم، ورواية أوسلو الباهتة تعجز عن حمل رواية هؤلاء. في ظل حكم المؤبد، في ظل ما هو أزلي وغير منتهي، يبحث ناصر عن ثابت ولا يجد ثابتا سوى الجدار، وهو يتعلق به ويسلمه روايته. لكن هذا الثابت، الحد الذي يفصل بين ناصر وبين الأسير، هو أيضا نقطة تجاوزه لما هو أبدي وغير منتهي، هو النقطة التي يصل منها إلى الإمكانيات غير المحدودة وغير المنتهية، المصدر لإيمان غير معقول وغير منطقي، ولكنه باعتباره إيمان بإمكانيات لا نهائية يصبح مصدر الأمل الذي لا يمكنه أن يكون مخدوعا أو واهما. هذا الإيمان يقوم على التخلي، ففقط من خلال التخلي، من خلال التنكر لغرائز التملك، التعلق والأنانية، يكون هناك إمكانية لإيمان وأمل لا نهائي، وبالتالي يكون هذا التخلي تمسكا واستعادة لإمكانيات الذات الإنسانية، بحيث لا يعود بإمكان الأسر المؤبد أن يكون عملية تصفية لذات مناضلة
وإعادة صياغتها كذات منكسرة وخاضعة. ناصر يتخلى عن سؤال الحرية من الأسر، ولكنه يتمسك بها كحلم جميل. ولكنها ليست فقط حلما، فهي أيضا تتحقق بأسره، كما تتحقق الحياة من خلال موت الشهداء. بالتصاقه بالجدار وعقد علاقة شراكة معه، يمكن لناصر أن يتخلى عن كل ما هو خلف الجدار. هذا التخلي هو طريقة ناصر لمقاومة أي زعزعة لثباته. كان على ناصر أن يتخلى عن ما هو حاضر ومباشر، ويتمسك بالمجهول بما فيه من احتمالات وإمكانيات. ولكنه مع تخليه هذا والتصاقه بالجدار، يتخلى أيضا عن ذاته التي يعرفها والتي كانت قبل الأسر، ويبدأ بمشروع جديد لبناء ذات جديدة لا تسحقها حياة الأسر. وهو بهذا التخلي يتخلى أيضا عن الدنيا خارج الأسر، ولكن تخليه هذا هو تمسك بإمكانية الاستمرار. يكتب ناصر بالشعر، فوحده الشعر يحمل بلاغة الألم عن اختراب الأسير عن كل ما فيه، عن عجز الكلمات عن أن تروي حكايته، عن اعتماد روايات الآخرين عنه على غيابه وتغييبه بدلا من حضوره. يكتب ناصر عن ضياع قضية الأسرى ودفن أصواتهم تحت صوت ضجيج هؤلاء الذين بحثوا عن رواية مجزوءة وصغيرة في كذبها. في الأسر يجد ناصر أنا جديدة تتحالف وتتعايش مع إيمانها وجدارها، لكن هذا الشكل من المقاومة يبقى عرضة للانهيار. ينهار في زيارة الأم أو الحبيبة، بحيث لا يعود للجدار قوته كعامل ثبات. ويسقط الأسير عنه مستعيدا شعورا بالألم، ومستعيدا معه ذات تخلى عنها لا تلبث أن تختفي مرة أخرى مع انتهاء الزيارة ممن هم خلف وخارج الجدار. في تعلقه بجداره كما في إيمانه، يقاوم ناصر السقوط في حياة أفقية. يتعلق ناصر بجداره وإيمانه ولا يسأل عما وراءه، فلا يعود يرى الغياب والموت والانتهاء، ويبقى فقط جداره ثابته وإيمانه إمكانيات لا نهائية. وبينما يفقد هؤلاء الذين تخلوا عن نقاطهم الثابتة وجدرانهم قدرتهم على رؤية وتفسير التحولات حولهم، بما في ذلك التحولات التي جذبتهم نحو سماء ضيقة برواية لا تتسع لروايتهم النضالية، يبقى ناصر بتخليه عن انتظار وعد واهم، بتمسكه بجداره وإيمانه اللانهائي، متمسكا برواية الأرض وما فيها من حتميات انتصار. يجد ناصر في ربه في لانهائيته ولا محدوديته ملجأ من محدودية وضيق أفق ما هو قائم وحاضر، ملجأ من القيد، من أفق ضيق ومن طرق مسدودة. لكن علاقة ناصر مع ربه أيضا كانت صراعا ومعركة خاضها عبر سنواته الطويلة في الأسر. في سجون الصحراء لا يجد ناصر ما يكفي من إمكانيات الإيمان، ولا يعود جداره يحمل وراءه إمكانيات لا نهائية. في هذه اللحظات من غياب إمكانيات الحياة، يتماثل ناصر تماما مع جداره ويبحث عن الحياة في داخله. في سجون الصحراء لا يعود بإمكان ناصر أن يبني أو يزرع أو يحصد سوى الغبار والرمال. في سجون الصحراء لا وعد بالغد وشعور بالعجز والخذلان والتخلي. يدرك ناصر أن الانتظار هو ما يزيد الألم، انتظار انتهائه أو شفائه، لكنه لا يدعو إلى إنكار الجرح أو الألم، بل يؤكد عليه ويعانقه، وبمعانقته يتمكن من طرد العذاب وإنقاذ وعيه من أي حالة انكسار أو استسلام. هذا التصارف مع الآلام كما يقول ناصر كان مهما حتى يتمكن من النجاة من جروحات القيد. هنا يؤكد ناصر على قوة الإرادة المرتبطة بالإيمان التي مكنته من حمل حكم مؤبد دون أن ينهار. ولأن حكمه مؤبد حيث لا نهاية أو بداية، حيث لا حدود لأي أفق يمكنها أن تظهر، يعود ناصر لإيمانه اللانهائي. يعود ناصر إلى ربه ويدف وراءه الصحراء وتجردها من الحياة. في الجزء الثاني من الرواية يتخلى ناصر عن جداره ونقطة ثباته،
مستبدلا إياها بأمل جديد جاء من حب أعاد ربطه بما هو خارج الجدار، وأعاد إليه معرفته بحالته كأسير مؤبد، حي وميت، حر وسجين، كما زي ما حكيت، شاب في الأربعين وشهيد بلا جنة. لم يعد ناصر قادرا على معانقة الجدار، لقد عاد يراه قيدا حديديا، وعاد يشعر بوجع غيابه عن حياة تركها خارج السجن، وجع أم طال انتظارها، وأب مات دون أن يشارك في تشييعه أو يأخذ عزاءه، ومعشوقة تخاف من المستقبل والزمن. لم يعد الجدار حدا لا يفتح إلا على ما هو لا نهائي، بل أخذ يشك عن كل حياة ممكنة أو محتملة يحرم الأسير من أن يعيشها. أخذت معشوقة ناصر مكان جداره، وصارت مربعه الآمن ومصدر قوته ويقينه، وبدلا من التخلي عن الجسد الذي يحوله الأسير يحوله الأسر إلى عبء حمل ثقيل على الأسير وموضع قيده وألمه، عاد لناصر جسده عندما صار عاشقا، وعاد معه القيد والحديد، وعاد الجدار ليكون جدارا يحد حريته. وبدلا من احتمالات وإمكانيات لا نهائية، صار يشير إلى احتمالات الوهن والشيخوخة. عاد الجدار ليكون تذكارا بجرح أراد ناصر أن ينساه، وعاد إليه الشعور بضيق المكان وضياع الحياة في زنزانة مؤبدة. ولم يكن من إمكانية لأن يستعيد ناصر نقطته الثابتة وجداره إلا بتخليه مرة أخرى عن موضوع عشقه. كان عليه أن يحررها منه ليحرر نفسه من حاجته للخروج، وعاد بإمكانه أن يعلق قدره واحتمالاته على الجدار. لم يتخلى ناصر عن حبه، ولكنه حب لا يفترض التبادل، ولا يسعى لأن يكون المحب موضوعاً للحب، بل يحب من خلال التمسك، من خلال التخلي بدلاً من التمسك والامتلاء. وهو بهذا الحب لم يحرر حبيبته وحدها، بل حذر نفسه من انتصار وشيف، واستعاد حياته كاختبار ومؤبده كاختيار. في تخليه يستعيد ناصر سيادته، سيادة على مكان ضيق، على زنزانة وقاع، ولكنها سيادة رافقها شعور بعدم الكفاية. عدم كفاية جاءت من ارتباط وتعلق بما هو خارج، ومن هم بالخارج؟ هؤلاء الذين غلبهم خوفهم فراحوا يبحثون عن حياة أفقية، وقبلوا بروايات صغيرة عاجزة عن أن تكون مصدر إيمان لا نهائي، وبالتالي حكموا على أنفسنا بحالة خوف مؤبد وشك لا ينتهي. هذه أعتقد أول رواية لأسير فلسطيني ترشح لجائزة البوقر للرواية العربية، وهذا قمة الإبداع وقمة العظمة لأسرانا داخل سجون الاحتلال الذين استطاعوا أن ينقلوا الأدب الفلسطيني من المحلية إلى العالمية، وبالتالي هم يخاطبون الكون، يخاطبون كل إنسان في كل مكان عن الاضطهاد وعن الظلم وعن العدالة وعن الجريمة الصهيونية المستمرة. أنا في البداية لم أشكر مؤسسة محمود درويش، فشكرا مؤسسة محمود درويش على هذه الاستضافة، شكرا أستاذ فتحي المدير العام لهذه المؤسسة. دكتور عبد الرحيم تفضل. مساء الخير لناصر أبو سرور ولأسرى الحرية والمبرمين عن الطعام في سجون بعدون. مساء الخير لوالد ناصر أبو سرور ولكم جميعا. سأحاول ألا أقرأ المداخلة، ولكن سأتحدث عن كتاب ناصر أبو سرور ابن العائلة اللاجئة من بيت نكتيف ومواليه مخيم عايدة الأسير منذ العام 1993. إنها سيرة ذاتية في إهاب رواية، فنقلنا من أمل الثورة إلى طبلان السلطة. أما الجدار فيبدو اسما حركيا لناصر أبو سرور بعد أن لم يعد بالأسماء الحركية جدوى،
يقول: في سجني جداري أنا وأنا الجدار، وهذه أشيائي وتلك أسمائها. هذا موجز الرواية الأول، رواية ناصر عن نفسه. أما السيرة ومعظمنا لا يقرأ ما يكتبه الأسرى، وقليل منا يقرأ ما يكتبه غيرهم، فتتكون من جزئين. الجزء الأول: أنا ربي وضيق المكان، والجزء الثاني: أنا قلبي وضيق المكان. وهذه الموازاة بين الرب والقلب لها بلاداتها ولها فاراتها. الفأر الأول يبدأ من المخيم، هذه الخطيئة الأولى، خطيئة إسرائيل الكبرى. والفأر الثاني يبدأ من السجن، ويكتمل الفأران بالخوف الدائري الذي يواسي به ناصر أبو سرور نفسه حين يعود إلى نفسه في مجاز الجبار. في آخر فصل من هذا الجزء يتحدث ناصر أبو سرور عن تصالح ما بين هذين التناقضين من خلال حديثه عن الولادة مرتين، الولادة مرة في المخيم ومرة في السجن. في الأول ولد من رحم مزيونة، وفي الثاني ولد من رحم منا، ولكن الجدار وهو بسرور الجدار ولا أحد غيره عمل على ملاشاة المعاناة والثبات حين بدأت الفكرة عن الثبات بالغرق. في العادة يقدم النقاد ملاحظات نقدية، ولكن حين نقرأ للأسرى ينبغي أن ننقد أنفسنا عما فعلناه بهم. مثلا لو كنت ناقدا لقلت إن سيرة ناصر أبو سرور تفتقر إلى فصلين مهمين من حياته. الأول هو فصل اللجوء والخروج من بيت نقيب، والثاني هو فصل العزة والكرامة حين انتقم لهذه الخطيئة وأجبر عدوه على دفع الكفارة في عمليته البطولية التي سجن بسببها. وهذه ظاهرة تنتشر في أدب الأسرى، أنهم يتجنبون حتى في الأحاديث الشفوية بعد تحريره. إن أخذنا الذريعة الأمنية حتى بعد الأحكام العالية المؤبدة، هناك فصل غائب، فصل مواجهة العدو التي سبقت السجن. ينفي ناصر الاختصاص، لم يكتب هذه الرواية على مائدة للمثقفين، ولكنه في نفيه اختصاص الثقافة يدخل اختصاصا آخر، هو اختصاص الفكر الثوري والرومانسية الثورية في رؤية.
من سطور حيرة ذاتية تفرض وما كان لجمل هذا النص أن تصطف لولا استنادها إلى عنصر ثابت ووحيد هو الجدار، وكانت تفرقت وتشظت لولا رعايته الصلبة ومراقبته عن كثب. لقد أعطاني الجدار صفاتي وألقابي كلها منذ بداية المشوار في المخيم وعلى هامش المدينة وفي السجن وفي قلب امرأة أو على أطرافه. أنا صوت هذا الجدار، وكذا قرر أن يتكلم. إنها كتابة السجن بكل ما فيها من اضطراب وتوعك وتخبط، ولم تولد هذه الكتابة خلال حديث مسائي في أحد مفقاه المثقفين حول مائدة تعج بالمشاريع والأخبار، بل ولدت من رحم جدار إسمنتي، حتى إنها تكاد تخدش. إنها كتابة مطعمة بالحديد الصلب والإسمنت، كتبت بكل ما في من نقاط وفواصل، تارة أقطع وتارة أربط، كتبت ملتزمة بما أملاه، عفوا كتبت ملتزما بما أملاه علي الجدار وحسب قوانين تخصه وحده. كتبت كالذي جاء ينقل كلاما أخيرا قبل توقف الساعة عن الدوران. كتبت بلا معالجات لغوية سوى تلك التي عانى منها الجدار أو أصر على تدويرها. وكتبت لأن القراءة في زمن الشح صارت فعلا جبانا. أتمنى لك قراءة واعية. نهاية الاقتباس. لهذه المقدمة ناصر أبو سرور يكرر أن الصرفة الشهيرة أنا وسأحاول فيما تبقى لأبنائها خلال المخيم للاجئين، ليس المخيم الذي نجلده وإنما حالة المخيم، وجود المخيم من الأساس والسجن والمرأة. في بداية السيرة وفي نهايتها يتقمص ناصر أبو سرور دور الفيلسوف وينهل من معرفة بوذية وصوفية أعطاها إيهابا غربيا للأسف، وهي التخلي والتجلي. يجب على المحب أو العاشق أن يتخلى لكي يتجلى له المحبوب. النظر إلى الدنيا بعين الخسة، وداع الدنيا كما قال ناصر أبو سرور بعد أن وضع الحديد في جبينه في تشرين في كانون أول 93. حتى يتجلى لك الحبيب يجب أن تتخلى عن كل ما هو مادي لكي تصل. ويضحك هذا هذه الفلسفة في حبه لما يريد وتركه لما يريد بمقولة وداع الدنيا، وهي أننا لأجل الحرية نصبح أسرا للحرية. وتأملنا كلمة أو تعبير أسرى الحرية، أننا مأسورون لأجل الحرية، وهذه تكاد تكون مقولة نافية للمقولة الشهيرة لمحمود درويش أننا نرغب في تحرير فلسطين ليس فقط للتخلص من عدونا الصهيوني الاستعماري المتوحش. لا نريد أن نحرر فلسطين فقط لكي نصبح شعبا عاديا يعيد الساعة إلى الوراء 100 عام أو أكثر، وإنما لكي نتحرر من حبها. فلسطين استعبدتنا بحبها، وحتى نتحرر من هذا الاستعباد ينبغي أن نحررها. هذا هو الفكر الفعال الذي يتحدث عنه ناصر أبو سرور. ولكن من يقرأ كما قلت مرة أخرى من يقرأ ناصر أبو سرور يذكر السجلات الشبيهة
ولا يوجد أشباح في الفلسفة، فكان هناك شبيهين بصيروا شو واحد، ولكن السجلات الشبيهة في الأوقات العصيبة الكونية. نذكر كتابات كافكا عن أوقات الظلام، حين حدث رفيقا له، سأله رفيق له إن كان هناك أمل، فقال له هناك الكثير من الأمل ولكن ليس لنا. فعاد السؤال مرة أخرى فقال له نحن يوم سيء من أيام الله، بلغة السرور الرب كان معصر في يوم ما فخلق الشعب الفلسطيني وأعداءه. المعبئ هذا ليس اقتباسا من ناصر السرور، هذا محاولة استنتاج مني. على أي حال، فبعد أن نفى أن نكون في يوم سعيد من أيام الله، سأله إن كان ثمة من مجال للغناء، فقال نعم هناك الكثير من المجال للغناء، وعما نغني؟ نغني لأوقات الظلام. ناصر السرور في هذه السيرة يغني لأوقات الظلام ويذكرنا بأوقات الظلام. كما قلت سابقا، ناصر السرور كتب سيرته ليعيد المقولة الشهيرة أنا أتهم، وأنا بدوري اليوم سأجمع بعض التهم من روايته الطويلة، لأنني غير واثق من أن التلفزة والصحافة والحضور الكرام سوف يأتون عليها. 343 صفحة. في مقاربة لياسفوري، طبعا ناصر السرور يقسم الرواية إلى مخيم، سجن، امرأة. يعني ليست كارثة بقدر السجن والمخيم، ولكن بتقاطعات. في مقاربة لياسفوري حول المخيم، يقول ياسفوري إن المخيم الفلسطيني صنع وعيين، وعي نكبوي ووعي منفوي أو وعي منفوي. بعد النكبة وحتى تأسيس السلطة، يعني النكبة الثالثة مصنعاً لسياسات الذاكرة، حتى حدثت اتفاقية أوسلو وتأسست السلطة الفلسطينية. لم يتمكن الفلسطينيون من العودة، وبالتالي أصبح المخيم هو الدائم. Thank you.
فالأطول في حياته تكون هي الجغرافيا الثالثة بعد جغرافيا 2005 في القدس وغزة والقدس الغربية 2003. والسجن هناك تنظير عالي وتنظير ناضج لناصر أبو-سرور. السجن كمكان حل الانفصام بين زمنين ومكانين هما زمن نكبة 48 نكبة 67، ولن أقول ذلك وسأشير فقط إلى المراحل التي تدرج ناصر أبو-سرور في الحديث عنها ابتداء من اعتقاله عندما لاقى حديد الزمالك وحديد يقوش وحديد جبين التي لحظت الاعتقال، إلى تفاصيل السجن من الاعتقال والاعتراف وعدم انفراج السجن وانشغال بالتجارة. ناصر أبو-سرور ظلم رومانسيته الثورية العالية أنه ينتقد الرومانسية الثورية في أصول الاعتراف صيانة، كانت اعتراف بما يكفي برمان حكم يواجهني مع احترام الاخرى في حي من ضيق النهار قد سياتي من ضيق الساعات الاخيره اتم الانتظار الى اسمع وكاني اكتشفت بني جديد وتخفيف عن مسار المسرح والتواصل المشترك. فابتعد بعلاقه سويه لم تكن متصالحه تجمع بيننا وتقتلنا وتشتحينا بشراكه طويله بشراكه انتظار. واصل في الحديث عن العزل الانفرادي، كنت في حاجة إلى هذه الوصفة القصيرة وحيدا ومتوحدا مع ثلاثية تترافقني ولم توالي أنا ورفضي وضيق المكان ثالث مقدس بشبابه بإحراقه وعن كذباته تحت هالته وفوق سمائه خلف خيلاته وأمام خيلات أخرى له في صدره ورده في سوره وقدره في سوره وقدره فأكثر هذه تغريدة انتظار ناصر أبو-سرور. قبل أن أنتقل للقسم الأخير سأقفز إلى أحد شهداء السجن الفلسطينيين وهو يتحدث مطولا عن أن يكون في الحديث في قوس الفلسطينيين ويقول أنه رافق في واحد من الثلاث بين السجون في الوطن المحتل كثير من يفتح وكان نظام رأس فارس معروف بحديث سيارة القوس وقد سجل ناصر بارون في 6/2/2019 ولا يزال يتمنى مكتسبا الى ان يكون محسوبا حتى تنسى معلومه متاحه من صناعه الكتابات سأكمل الحكاية في الاعتراف على الكتاب من أجل فارس بارون. حين يتهم ناصر أبو-سرور يتهم وفي يده ورقة ناصر بارون فعفوا فارس بارون معه. سأكمل الحكاية من أجل فارس بارون وكل الذين سبقوهم من الآخرين لم يتبجلوا بعد وغيرهم فمنكم فنون الجدار ومهارات التعلم ونجاة الاختصار. لا ليتعلموا أو يستخدموا منه عبر ويعيشهم فلكل جدار حكايات وصاحب يرويها وكل صاحب عالم وقضاء بينهم له أجدية وأشباه أشباه أشياء وأشياء أخرى تشوهت وله وجع من الأخبار وله حق الرواية. هذه اختصار وقصاص السجن التهمة الكبرى التي يقولها ناصر أبو-سرور والذي يمثلنا في تدور هي عدم إدراكنا لمعنى الجدار. متى يلجأ الإنسان إلى الجدار؟ جدار الإنسان، جدار المستوى، جدار حياته الخاصة، متى يتحول إلى الجدار؟ متى يتمثل الجدار؟ متى يتسيأ هو الجدار؟ حينما يفقد كل مرجعية للثبات. بطل عندي مرجعيات الثبات في محل أثبت عليها. هذا يذكرنا طبعا هناك مقطع سيرة بعنوان الكون ويذكرنا بكابوس كون الكون. كان لحم الكابوس من على ظهر كون. في غرفة على ظهر كون.
وقت تضاقم، وفجأة تبدأ المياه تتصرف ويبدأ الوجود للوجود للماء، يعني أن الفكرة عن الثبات غريبة. بالنسبة لناصر الفكرة عن الثبات هي نطاق من الضغط. غرق الفكرة عن الثبات بالنسبة لناصر الأسلوب هي الفوز. أي تجربة أكبر وأشد خطوة من تكون الوقت. فلسطين الحشر والبعث، فلسطين الله، فلسطين الرجال، فلسطين الحجارة، فلسطين البحر والسماء، فلسطين الذاكرة والأسماء، فلسطين دارية الرب. يقول حول أثمان السجن والمخيم والمقبرة، تحول إلى الذاكرة الإسلامية، تقاتل الرواد، وقدوا خصوماتهم، وقفزوا قافلين عن كل فصل ارتفاع ممكن، تجاهلوا نكباتهم، تجاهلوا المخيم والقرية وأشباه المدن، تجاهلوا الأسوار والجدران والجناحين. يصل النقل إلى شديد الراحة والخفاء، وصل كبير الرواة إلى ظاهرة غرفها داخل المعتقلات، غفر له بعضهم عجبه مؤقتا وانتظر مزاحا ينتظرون. طبعا الحيبات الثلاث يكفر هذا كله تقديم للحيبات الثلاث، حيبة عدم التحرر في قطاع الطين، 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 ولكن من كل هذا اليأس يعيد ناصر المسرور لحظة الأمل. نحن دائما نتحدث عن لحظة الأمل من لحظة تاريخية غير تاريخية. لحظة الأمل واحد يحس بالأمل، الثاني يسجل هذا، ولكن حيث حدث من قرار النخبة، من قرار النخبة، من قرار الكوكب، من قرار الكوكب، من لبنان، من قرار الكوكب، من قرار هاي لحظة حيث الأمل الجماعي، الثاني يسجل ناصر المسرور يحاول تحويل لحظة خيبة الأمل العطر الأمل الفردية إلى لحظة يمكن للتاريخ أن يسجلها، عندما يحول نسل أبناء انتفاضة الحجار وهم أبناء انتفاضة الأنصار الأمور الكثيرة من التحرر تحصلون أكثر. قاتل جيل أوسبوت قاتل جيل أوسبوت تماما بلد الفضل القدس قبلته الأولى، فيها يموت ومنها يبعث إلى السماء، في حين هربت النسب إلى كتبها وكهوفها وتوقفت عن غزل الخطابات وتركت جيلا كاملا بلا بوصلة يستدل بها. قاتل جيل الانتفاضة الثانية وحيدا بلا ملائكة تحرسه أو عناية إلهية تنجيه، ولكن هذه اللحظة وازاها لحظة انتكاسة. استشهاد الرئيس عرفات، جلس الناس في بيوتهم إلى جانبهم خوفهم، خفتت كل الأصوات، وظل صوت وحيد يصرخ من حصاره لا أحد ينجيه. زاد الاحتلال في حصاره كبير الرواة، وضيق عليه الخناق أكثر، لكنه لم يتوقف عن صراخه ومقدساته، تعب من الصراخ وتعب صراخه، ضيقوا عليه أكثر، يأسوا انتظار الموت، يسكتوا صراخه وقتلوه. العتب الأخير ليس عتب، تهمة أخيرة وأنهي عما حدث للأسرى بعد استشهاد الرئيس ياسر عرفات. أدى اغتيال ياسر عرفات في 2004 إلى بروز نخبة سياسية قديمة همشت دورها الهالة العرفاتية. تقدمت تلك النخب وقدمت خطابا تخلى عن خيار المقاومة، وحصرت كل خياراتها في خيار التفاوض، ومقاومة سلمية قيلت عن خجل ولم تمارس ولو في أدنى شكلها. هذه سيرة آلام المخذولين 4500 روح مخذولة، فلنتوقف عن خذلانها.
بده يعمل تعليق طبعا دقيقتين فقط. اذا في اي تعليق من الحاضرين. طيب بدي خذ الميكروفون. مساء الحرية لناصر ولكل أسرار البواسي. يمكنك المداخلة صحيح مهمة كثير، بس أنا عندي سؤال صديقي عبد الحميد، ليش أحرت فكرة التخلي والتجلي للفلسفة العربية رغم بأنها موجودة في الصوفية؟ هذه الخلاصة عبد الحميد. في أي تعليق أو سؤال؟ الدكتور بدك تجاوب بعد ما فيش الا هذا. بس كان الدكتور يعني بذكر الجميع انه في نهايه هذه الندوه الحاج مزيون الناصر ستوقع كتاب روايه حكايه جدار طبعا في مدخل القاعه لمن يرغب في شراء الروايه. صحيح انا قلت العكس، قلت انه ناصر بتقطيره للفكره حال او اختار تعبير معين عن الحب تحديدا المفكر الغربي. انا بحب اي اسماء بالمناسبه للمفكرين الغربيين بستخدمهم بناقشهم، بس في النقاط العامه ما بحب اي اسماء، ولكن هذه الفكره مؤصله في الثقافه المشرقيه سواء كانت بوذيه او مانويه او صوفيه، يعني هذول اصل الصوفيات الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلامية. فأنا بالضبط ناصر ذهب لإحالة الثقافة العربية. طيب شكرا لكم جميعا. وأدهم تفضل. ناصر طيب ننتظر دمش الأخ قدور الله سعيد استاذ الأسيس الفلسطيني وهيئة النادي تتكرم الأخ ناصر أبو صور من خلال والدته وعائلته. تفضل. خليكم معنا. وتكريم أيضا من عائلة ياسير حمزة الحاج محمد. شكراً دكتور عبد الرحيم، شكراً دكتورة أميرة سلمي، وشكراً لكل من حضر هذا اللقاء. الحرية كل الحرية يا أسرانا البواسل، المجد للشهداء.